أول مرة كان في مدرسة، وبعدين جه كانوا بيعملوا فريق 88 النادي الأهلي، وجه زي مدرب بيختار عناصر بتتميز بالطول. بعدين عملنا اختبارات النادي الأهلي ونجحت، بس لظروف عائلية ما قدرتش أكمل في النادي الأهلي. بعدها بسنتين صحابي كانوا برضه في المدرسة راحوا يلعبوا في المقاولين العرب، رحت معاهم. بعدين من المقاولين انتقلت لاتحاد الشرطة، ومن اتحاد الشرطة للنادي الأهلي سنة 2013، ولغايه دلوقتي الحمد لله في النادي الاهلي. لعبت كرة يد سنة 99، البطولة كانت بتاعت كأس العالم في مصر، كان لسه ما بدأش، ولعبت قبل البطولة بحوالي 4 شهور. الموضوع كله صدفة وتوفيق من عند ربنا، زي ما بقول لك بنبقى شلة صحاب كده، بيحصل ظروف، واحد بيلعب فبيعجبنا اللعبة فكلنا بنروح نقلده، الكلام ده من عندنا 7 8 سنين، فهي ظروف وربنا بيسخر الحاجات اللي تقدر إن أنت تمشي بيها في حياتك كلها، والحمد لله لغايه دلوقتي مكمل يعني. كانت بمنتهى الصدفة يعني، ما كنتش مثلا اتفرجت على حد واتفرجت على الهاند بول، لا انا اتفرجت عليه، انا لعبت بمنتهى الصدفة. كنت رايح انا من نادي الشمس، كنت رايح العب كورة زي اي حد بيلعب في النادي، ولقيت كابتن خالد خيري قال لي انت هتيجي تلعب هاند بول، قلت له لا انا هلعب كورة، وطبعا يعني طبعا صغير يعني، فتاني يوم برضه ما جيتش، فقابلني تاني قال لي انت هتتمرن معايا النهارده، قلت له انا مش هتمرن، قال لي لا انت هتجرب بس وهتتبسط. حاجة كبيرة جدا إن أي لعيب مصري يمثل منتخب مصر في كأس عالم، خصوصا لو هي على أرضه. الموضوع ده إحنا كجيل مرينا بيه قبل كده، سواء في كأس عالم مع منتخب الشباب سنة 2009 وقدرنا نحقق مركز رابع، وحصلت برضه سنة 2016 بطولة أفريقيا في مصر وقدرنا الحمد لله نحقق المركز الأول. كجيل إحنا كمنتخب إحنا متعودين على الظروف دي، ومش حاجة جديدة علينا، وتعودنا ان احنا نلعب قدام الجمهور المصري بطولتين كبار زي بطولة افريقيا وكاس عالم شباب. بنطمح ان احنا نحقق انجاز زي ما عملنا قبل كده المرتين اللي فاتوا، ونحقق برضو انجازات نكمل زي جيل 93 وبطولة 99، فاحنا بنكمل المسيرة يعني. حاجة جميلة جدا ان احنا مستنيين البطولة تبتدي، منتظرينها بقالنا فترة كبيرة جدا جدا، وطبعا حاجة تاريخية لينا ان احنا نكون بنمثل بلدنا في الوقت زي ده، وخاصة ان بطولة على ارضنا، ودي اهم حاجة. ربنا ان شاء الله يكتب لنا بداية كويسة في البطولة، وان شاء الله الناس كلها يعني تكون ورانا يعني. اهم ماتشين بالنسبة لي، اول ماتش 2016 فاينل كاس افريقيا في مصر قدام تونس، وده كان ماتش صعب جدا لان الصاله تقريبا كانت مقفوله، وكنا نعرف ان في جماهير قد اللي موجودين في الصاله بره. كان الضغط علينا عالي جدا ان احنا ما ينفعش نخسر البطوله دي، خصوصا ان احنا كان بقالنا تقريبا من 2008 اخر بطوله حققناها، وكانت بطوله 2016 دي مؤهله للاولمبياد. كنا خاسرين الشوط الاولاني، بس قدرنا ان احنا بهدوءنا واللي احنا متمرنين عليه قدرنا ان احنا نكسب وخدنا المركز الاول. ده اول ماتش. تاني ماتش بالنسبه لي لبطوله افريقيا اللي فاتت 2020 في تونس، كان العكس بقى، كان الضغط كله على منتخب تونس. صاله رادس برده صعبه جدا، مفيش منتخب مصري قبل كده قدر يفوز على تونس في صاله رادس، بس احنا قدرنا برده بلعبنا والجهاز الفني اللي كان معانا قدرنا ان احنا نجهز الماتش كويس جدا، وقدرنا ان احنا نتخطى تونس. الماتش كان صعب جدا، اللي اتفرج على الماتش في اخر المباراه برده ما كانش جماهير تونس ما كانتش مصدقه الفرق السكور دوت. بطوله افريقيا 2016 اللي هي مؤهله للاولمبياد، ده ماتش، وبرضه بطولة أفريقيا 2020 اللي هي كانت في تونس، اللي برضه ماتش عمري ما أنساه. الماتشات دي فعلا يعني إن شاء الله تكون للتاريخ يعني، لنفسنا ولبلدنا يعني إن شاء الله. أكتر لعيب كان نفسي أبقى زيه عالميا كان ديدييه دينار. ديدييه دينار ده مدافع أسطوري في فريق فرنسا، ولعب في أكبر أندية في العالم، وفي مصر كان كابتن هاني الفخراني هو مثل أعلى، ضاف لي كتير جدا في الفترة اللي كان موجود معاه في اتحاد الشرطة، و يعني هو ده أهم لعيب بالنسبة لي إن أنا كنت بتعلم منه يعني. مفيش مثل أعلى بحد معين، الحمد لله يعني إن ربنا كان كرمني إن أنا لعبت مع كابتن حمادة النقيب وكابتن حمادة الروبي، وكمان كابتن أيمن كان المدرب بتاعي، ده حاجة زودتني جدا، وهم تلاتة يعني الواحد خد منهم كتير جدا، ولازم يكونوا مثل أعلى لأي حد يكون شافهم يعني. كهاندبول احنا في مصر لعيبه كواليتي عاليه جدا يعني، مش هقدر اقول اسم معين، بس هو في اسماء كتيره، في احمد الاحمر طبعا، في حسين زكي، في حمد الروبي، حمد النقيب، هاني الفخراني، احمد العطار، جوهر نبيل، سامح عبد الوارث، فانا مش عايز انسى حد، بس في لعيبه كتير جدا عالميا كواليتي عاليه جدا. احمد الاحمر افضل لاعب طبعا بالنسبه لي،
يعني طبعا مش عايز طبعا يعني كابتن حسين زكي طبعا حاجه كبيره جدا بس طبعا انا شايف يعني الكابتن احمد الاحمر هو افضل لاعب في تاريخ كره اليد المصريه. الاوفسايد صعب جدا لان الهاندبول لعبه سرعه فهي معتمد على الاوفسايد اصلا يعني تقريبا، فصعب جدا ان يبقى اوفسايد، وفي نفس الوقت برضو ان التايم ما يقفش ده برضو لان الهاندبول فيها وقت كتير استحواذ وكده، فما اعتقدش ان القوانين دول تنفعوا يحطوا في الهاندبول خالص لان هم يعني صعبين جدا. وقت الضياع ما حبس خالص ان هو يكون موجود في الهاندبول، لان اعتقد هيبقى في وقت ضياع كبير قوي، وشيء انا اعتقد ان الوقت الضياع ده ساعات بيكون مش فير يعني في اللعب، بس طبعا اوفسايد طبعا عشان ما يتهريش فاست بريك. اعتقد الصاله المغطاه لان واحنا بنلعب في الصاله بيبقى الجمهور تقريبا يعني متر مننا، ف لا اعتقد صاله لان هي لعبه معتمده على التفاصيل الصغيره جدا، فلو في ملعب مفتوح الدنيا هتوه، لكن هي كلعبه معتمده على التفاصيل، فكل ما الدنيا بقت اصغر كل ما انت كجمهور هيستمتع بالتفاصيل اكتر، الجمهور هياخد باله، لكن في ملعب كوره محدش يقدر يتابع التفاصيل دي. ما جربتش بصراحة، بس كان برضه أكيد كان هيبقى ليها شكل مختلف طبعا. ملعب ال 11 كنت بالهاند بول لما كنت بتفرج كده على حاجات على السوشيال ميديا، يعني كان الموضوع غريب يعني أول مرة مش عارف أحس بإيه، بس أعتقد يعني في الصالة الناس بتبقى قريبة منك أكتر شوية، فممكن تكون هتحس بالناس يعني. بس كرة الأهلي وبرشلونة. انا برشلونة، بحب برشلونة صراحة. محمد صلاح وميسي. ميسي، بحب ميسي جدا. مباراة 2006 اللي هي مصر وكوت ديفوار كأس أمم أفريقيا في مصر، البنالتي الأخير بتاع أبو تريكة. الماتشات اللي ما انساهاش فعلا مصر والجزائر اللي هو 2-0 اللي هو عمرو زكي ومتعب الجول اللي جبناه في الآخر، والكرة بتاع بركات اللي جت في الشبكة من بره دي. الماتش ده ما انساهوش، إني كنت في الإستاد وبعد الجول التاني أصلا في ناس أغمى عليها وفي ناس بقى بتضربك أصلا ما تعرفش يعني من كتر الفرحة، وفي ناس بتحضنك وأنت مش فاهم مين دول. كان إحساس فعلا جميل جدا إن أنت تبقى في وسط الجمهور وشايف قد إيه بجون الشعب المصري كله بيفرح يعني، فبيبقى ساعات بتبقى رسالة وبتبقى مسؤولية عليك كبيرة، وبتبقى أنت فرحان إن أنت أصلا مصري يعني في وسط الجمهور الجميل ده. محمد صلاح يعني لأن هو عنده مهارة وعنده موهبة بيقدر يطور نفسه، الهاندبول برضه من الألعاب اللي هي لازم تطور نفسك كل سنة، فهو من سنة لسنة بيطور نفسه ودي حاجة مهمة جدا يعني، فأعتقد محمد صلاح. تريزيجيه بقى في الهاند بول، انا عارف ان هو ممكن يبقى يعني ممكن يبقى شكله حلو يعني، انا عارف ان هو حاول كده مره كده معايا، هو كان يعني احنا اصدقاء جدا، هو اخويا يعني فعلا يعني، كان بيجي لي ساعات ماتشات في وانا في بشكتاش، وهو كان برضه كان في كازن باشا ساعتها، وكان ما شاء الله مدغدغ الدنيا مكسر الدنيا، كنت بروح له ماتشات كتير، هو اخويا يعني وربنا يوفقه يستاهل كل خير يعني، انا بحبه جدا جدا يعني على المستوى الشخصي يعني، واتمنى كده مره نلعب هاندبول مع بعض ان شاء الله.